البعض يقول أنه لقب الوزيرة سبب لها مشاكل كبيرة، هل هذا صحيح؟ هذه غلط جدا. أنا جزائرية وأنا افتجعت يعني بقوة كيفاش خرجوا هذا ويقولوا عليا باللي أنا أهودية. صفو، أنا جزائرية ويمكن أنا قلت حتى أنا نحوس نفهم، أنا قلت من يعني عم با اللي هو كان مؤسس يعني مسجد باريس، كان في فترة لا دوزيام غار مونديال يعني عاون وساعد يعني يهود فرقوا في المدن الجزائرية، صاروا نسمحوا نجمعونا. هؤلاء أيضا من يهود الأندلس، فروا من الأندلس. طيب وسع النقاش، وسع النقاش. عندما عندكم إشكالية في الاسم فوزي سعد الله وفوزي سعد الله، يعني شاذ والشاذ يعني عندنا في الشريعة يحفظ ولا يقاس عليه. طيب هو باحث، معروف هو باحث، عندما لا يلائم فكره ومبدأك آخر أنت تتهمه بهذا الشذوذ. طبعا هو لديه حق، مؤرخ واحد، هذا مفكر واحد. أين سائر المفكرين؟ الجزائر فيها غير مفكر غير سعد الله؟ كاين كثير من المؤرخين اللي كتبوا على عائلة رمعون. طيب الشيخ عبد القادر، اسمح لي، هو يتكلم ويتبجح على أساس أن جدها قدور بن غبريل. قدور بن غبريل كان يعتبره ثوار الجزائر على أنه خائن في بعض الكتابات. خائن في بعض الكتابات على أنه خائن، وأنه كان دبلوماسي مرموق في الحكومة الفرنسية. طيب في بعض الكتابات لا تسقط الكتابات الأخرى. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف سيتواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. نعم القصف سوف يتواصل حتى تطرد هذه المرأة اليهودية. هيئة الماسونية في بلاد إسلامية، لاعبون أو سخرية من طرف الدولة الجزائرية. وزارة التربية تحت أيادي امرأة ذات أصول يهودية، تقوم وزارة ولا تجيد اللغة العربية. جهل أم غباء من السلطة الجزائرية؟ كيف تدير وزارة وقد عجزت إجابة الصحافة الوطنية؟ جاوبت عن السؤال بسؤال وتنتظر من المسؤولية. بتلميذ جزائري إليك يا سيدة، إن لم يخيب ظني فأنت تشبهين الرجل. تحجبي قبل أن تترأس وزارة التربية، بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة اليهودية. أظن أنني أعيش في دولة بلغت أقصى درجة الغباء، تريد طلاب الناجحين ووزيرتهم الغدو تكتب اسمها، تريدون طالبات محجبات ووزيرتهم متبرجة. قمة العار أن يجد هذا في بلاد استشهد من أجلها الملايين. فأخذوا مني نصيحة، أحذر بالأحمر ليرقيها، أو أسجد بشيخ شمس الدين لينصحها. لم تصلح نفسها فكيف تصلح هيئة نظامية؟ بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف سيتواصل حتى تطرد هذه المرأة الصهيونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. سوف أخنقك بكلامي وأنا أتحمل المسؤولية، إن نجحت في التمويه على الحكومة الجزائرية فقد فشلت أمام الشبيبة الجزائرية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف سيتواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بيكوز قاعد زامي رياض ورحيم، لما ننسوا عمار صاحبي صداق وديدين قادر وزيد. بيكوز قاعد زامي بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف سيتواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف سيتواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف متواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية. بقلم الشريعة أقصف وزارة التربية، القصف سيتواصل حتى تطرد هذه المرأة الماسونية.